فخلينا نقول بقى الانترفنتريكولار ريجنز النهارده. Life is a progress and not a station. It's all about the journey, not the destination. الحقيقه الجمله دي صعب جدا نقتنع بيها بس it's a fact. وحقيقي لو اقتنعت بيها وصدقتها هتستمتع، هي المتعه في الرحله مش في الوصول. وحقيقي ناس كتيره بعد ما تخلص الرحله وتوصل ما بتلاقيش نفس الثريشولد بتاع السعاده اللي هي كانت حاسه بيه طول البروجريسنج، طول الجيرني نفسها. طول ما انت ماشي في الجيرني انت عمال تفكر في الديستنيشن اللي هي محطه الوصول. انا بذاكر عشان انجح، انا بذاكر عشان انجح. ممكن طول ما انت شغال تبقى مبسوط اكتر ما انت تبقى مبسوط بالنتيجه بتاعتك اللي في الاخر. وممكن بعد ما السنين تعدي وترجع باك فلاش باك للدنيا بتاعتك، صدقني هتلاقي نفسك فاكر الجيرني اكتر ما انت فاكر الديستنيشن. فاكره كل لحظات المذاكره والتعب والستريس اللي كنت فيه اكتر ما انت فاكره ساعه ما النتيجه اتعلقت، لو هي ما كنتش من الاوائل مثلا. يعني لو من الاوائل بقى دي الفرحه الفظيعه بقى، او يعني بس فرحه صاحبتك اللي كلمتك دي اللي هتعلق معاكي، لكن صدقيني الجيرني كلها هتبقى معلقه. واللايف از بروجريس نوت ستيشن، يعني انت بتبني على بعض. وزي ما قلت لكم في اول محاضره، في شورت تيرمز وفي لونج تيرمز. الشورت تيرمز دريمز او الاكشن اللي انت بتاخدها في حياتك دي انت بتبني بيها حاجات لونج تيرمز على ابعد. انت فرحتك بالانتصارات الصغيره دي هي اللي هتوصلك للانتصارات الكبيره اللي بعد كده. الكبيره اللي بعد كده يعني في عندنا احنا الجنه ونعيمها، عشان محدش يبقى شايف ان احنا يعني ما كسبتش حاجه عملته وما طلعتش بنتيجه. ولقد خلقنا الانسان في كبد. مفيش حاجه اسمها ان الدنيا تمشي سهله، ومفيش حاجه اسمها ان انت خلصت مرحله الحمد لله الحمد لله الدنيا هتروق ورحله بقى هتبقى جميله. لا، الحقيقه احنا لسه عندنا مفاجات ثانيه. فاحساسنا بان لما بتخلص ستيشن او بتوصل لديستنيشن ان كده ارتحت، خد نفس بس لسه هتكمل. يعني هي الدنيا كده سيريالز، مفيش حاجه اسمها اند ستيج ان انا خلصت حاجه فالحمد لله اتبسطت. فعشان كده انا ببقى شايفه كل واحد يتبسط بالجيرني اللي هو ماشيها دلوقتي بكل الكعبلات واللعبكات اللي هي فيه، لان ده اللي بيفضل لغايه الاخر الجيرني بتاعتك. في فيديو حلو قوي كنت سمعته مره، يعني ان انت في الدنيا هنا احنا لما نيجي نمتحن بتمتحن وتبقى مستني النتيجه بتاعتك في الاخر. هجيب كام في الميه، هتجيب سكور قد ايه، هتخلص الماستر، هتخلص الام دي. وبيبقى في دايما حتى في الشغل ايفالويشن فورم كده، انت البروجريس بتاعك ايه في الاخر، طلعت مثلا جبت التارجت بتاعك في الشغل ولا لا. ربنا ما بيحاسبناش كده، ربنا بيحاسبنا على السعي، انت سعيت ولا لا. فانا شايفه لما ربنا بيحاسبنا على السعي يبقى دي سنه ربنا في الارض، الجيرني مش الديستنيشن. يعني ربنا ما قالش انت سيدنا نوح هتخلي كام واحد يؤمن بربنا فبالتالي انت هتبقى من اولي العزم. هيتحسبت هو عمل ايه في الجيرني، اجتهد قد ايه في الجيرني بتاعته. احنا حسبه البني ادمين بتحصرنا في ان احنا طول الوقت مستنيين نتيجه عشان نقيم نفسنا ونقيم اللي حوالينا. عشان تقول اللي جنبك ده شاطر ولا مش شاطر تقوم سائل هو جاب جيد ولا جاب جيد جدا، جاب امتياز، اتعين فين، اشتغل فين، سافر. على فكرة ممكن يبقى أداؤه أحسن منك مليون مرة عشان السعي بتاعه في حاجات تانية. أنا دايما لما كان حد يجي ياخد رأيي في أدخل الامتحان ده ولا ما أدخلش، وواحدة تيجي تقول لي أصل أنا عندي وعندي وعندي، أقول لها ربنا بيجازي على التوتال، مالكيش دعوة بامتحان البني آدمين، ربنا بيجازي على التوتال. هو عارف إن ده أقصى حاجة في طاقتك ساعة دخول الامتحان، وأنتي بتسعي في حاجات تانية ربنا هيأجرك على التوتال بتاعك أنت. دي مش حسبتنا إحنا. يبقى احنا الحسبه بتاعتنا هتعتمد على السعي بتاعنا، الاجتهاد، اجتهدت قد ايه؟ مالكش دعوه بقى بالنتيجه. دخلت الامتحان وربنا ما وفقكيش الدور ده، صوت ايه يعني؟ في سعي انت عملتيه تؤجري عليه ان شاء الله، يعني في الاخره وفي الدنيا. ليه بقى؟ لما تيجي ترجع تدخلي الدور الثاني هتلاقي نفسك بتبني على حاجه. يعني نحاول نخلي دايما جوه ذهننا وجوه ذهن اللي حوالينا واولادنا ان السعي هو اللي بنؤجر عليه، مش النتيجة. يعني بصي بابنك لما يقعد يسوق العجلة ويتكعبل ويقع، وأول ما يمشي بالعجلة بصي بس يقول له مش اتبسطت إن أنت مشيت، أنا اتبسطت إن أنت اجتهدت وأنت بتسوق العجلة. يبقى أنت كده غرستي جواه إن مش مهم الإند ستيج، لأن في ناس بالفهلوة على فكرة بتسبقنا وبتجيب النهاية وبتوصل للديستنيشن والستيشن دي أسرع مننا.
والحته بتاعت الجيرني او السعي دي مضروبه بالنار عندها، فانت بتقارن ايه بايه؟ الليرنينج اوتكمز بتاعت المحاضره النهارده ان احنا تشيك داون ليست اوف ديفرنشال دياجنوزز فور انترافنتريكولار ريجنز وليست ذا ايمجينج كاركترستكس اوف ذا انترافنتريكولار نيوبلاسيا. خليني انا جه في بالي حاجز كده امبارح وانا بحضر المحاضره ان احنا بنجري في السلايد بتاعت الليرنينج اوتكمز. لازم تبقى متعلم ان انت وانت بتشتغل في اي حاجه تبقى عارف انت عايز تطلع منها بايه، عشان اللخبطه والقلبان اللي انتوا قلتوه مثلا النهارده في ساعه ما بقول حد فصل ولا لا، لازم تبقى عارف ايه الليرنينج اوتكمز بتاعتك من المحاضره من الكورس كله على بعضه. يعني انت عايز في الاخر تطلع بايه؟ عايز اطلع بكل المعلومات، فبالتالي هتبقى حاسس بدايلما جواك ولا لا، انا عايز دلوقتي اسيت داون ديفرنشال دياجنوزس، او انا عايز اشوف دي بتفكر ازاي، قالت معلومه زياده في كل ديزيز انا ما اعرفش عارفاه، او انا لسه في الاول خالص فانا باخد جنرال ايديا الدنيا ماشيه ازاي، الانهانسمنت والباترنز والماس افكت. يبقى كل واحد هيبقى قاعد عارف هو عايز يطلع بايه، لكن لو انت قاعد عايز تطلع بكل حاجه جوه المحاضره وبره المحاضره واللي في الكتب، ده يعني ضرب من الخيال، محدش بيحصل كل ده. حتى في الـ في الـ في البيبرز في الارتكلز دايما تلاقيه في الحاجات الريفيو ارتكلز بيبقى كاتب كده الليرنينج اوتكمز بعد ما تخلص البيبر دي ايه اللي المفروض تبقى طلعت بيه. هو بيساعدك، بيعمل لك جايد، ما بيسيبكش تايه. فاحنا التارجت بتاعنا ان احنا نبقى في دماغنا ديفرنشال دياجنوزس ونبقى عارفين الامجين كاركترستكس بتاعت شويه ديزيزز موجوده في البرين. اوكي، لما نيجي نتكلم عن الفنتريكولار سيستم اوف ذا برين هنقول ان هو في فرايتي اوف ريجنز، في يونيك تيومرز بتطلع في الفنتريكلز ودي لازم هنبقى عارفينها، وفي تيومر سين elsewhere يعني زي المننجيوم زي ما هتطلع في اي حته زي ما هتطلع عند ال، وفي حاجات انترا اكزيال يعني بارينكمال وبتبقى اكزوفاتيك وتدخل جوه الفنتريكل. خلينا نقول التالت نقطه دي عشان دي مش هنناقشها، دي المفروض ان احنا ناقشناها في يعني التيومرز الثانيه دي ناقشناها. اي تيومر هيطلع جنب الفنتريكل وهيبقى اكزوفاتيك جوه الفنتريكل، هقول ازاي اذا كان هو انترا اكزيال ولا اكسترا اكزيال. هعرف ان هو انترا اكزيال من الجنرال اتيتيود بتاعه والجنرال بيرفورمانس بتاعه جوه البرين، بس هلاقي فيه جزء اصغر عامل انفيجن للفنتريكل. يبقى دايما اي ليجن لما الاقيه في منطقتين اشوف الابي سنتر بتاعه فين، زي ما كنا بنتكلم على السله والسوبر سيلر، اشوف الابي سنتر بتاع الليجن فين، في السله ولا بره السله، هو طالع من جوه ورايح على بره ولا طالع من بره ورايح على جوه. يبقى اول حاجه عندنا زي ما اتعلمنا ديتكشن، ان انا عيني تبقى واخده ان انا القط الليجن فين في الفيلم. تاني حاجه لوكاليزيشن، بعد ما اقول ان انا القط الليجن ابدا اعمل له لوكاليزيشن بالراحه كده، هقوم قايله هو سوبرا ولا انفرا، هو اكسترا ولا انترا اكزيال، هو واخد سيسترن معينه فانا هيبقى في ليست اوف ديفرنشال دايجنوزس معين في دماغي، هو انترا فنتريكولر فانا هبدا اروح على ديفرنشال دايجنوزس بتاعت الانترا فنتريكولر، وبعد كده ابدا اعمل كاركترايزيشن للليش، بعد كده اقعد اشوف بقى في هيمرج، في كالسيفيكيشن، لارج هيتروجينس واخد انهانسمنت، ايه الماس افكت بتاعه، طب رايح في اي عامل اكستنشن لاي حاجه حواليه فعامل كومبرومايز لاي حاجه فهيبقى السبب في السيمتومز اللي احنا هنشوفها. هنا حد شايف في ليجنز ولا لا؟ انا عايزه ديتكشن بس. ده ايه؟ ده انترا ولا اكسترا اكزيال؟ اه فين بقى في الاكسترا اكزيال؟ انترا فنتريكولر جوه انهي فنتريكل؟ ليفت لاترال فنتريكل. تمام؟ طيب ده انترا اكزيال ولا اكسترا اكزيال؟ اكسترا. طيب خلينا نقول الصوره الاولانيه دي باين جدا انها انترا فنتريكولر ليجن، هي جوه الفنتريكل جوه الفنتريكل وعامله ديسبليسمنت للخط ده. ايه الخط ده؟ ده سيبتم بليستم. سيبتم بليستم ده اللي بيفصل اللفت لاترال فنتريكل من الرايت لاترال فنتريكل. تمام؟ يبقى انا في ماس واخده اللفت لاترال فنتريكل وعامله ديسبليسمنت للسيبتم بليستم من الناحيه الثانيه. انا مش يهمني دلوقتي ايه الليجن، انا يهمني ان انا عملت ديتكشن ولوكاليزيشن. طيب وبعدين انا جيت الناحيه دي انا لقيت ليجن، اول حاجه هقولها على الليجن ده سميد لاين ليجن بالمخ كده، ايه الميد لاين ستراكشر اللي ممكن تعتبريه انترا اكزيال؟
طب ده مكان الكوربس كالوزا، اناتوميكال لوكيشن بتاع كوربس كالوزا في الاجزاء؟ لا صح. يبقى انا اميل ان ده مش انترا اجزيال. انا ايه، انا متفقه معاك يا ساره ان احنا لما تشخصي حاجه شخصيها من كذا صوره ومن كذا بلين، عشان في حاجات بتوفرلاب مع بعض وبنتوه. تمام، انا متفقه تماما معاكي في كده، لكن شغلي بقى حته ثانيه في البرين كده. لما تيجي تفكري قولي اه طب ده ميد لاين ستراكشر، ايه اللي هيبقى موجود ميد لاين ستراكشر في البرين هحسبه انترا اجزيال؟ كوربس كالوزم كتشو او سيبتم بليوستم، يبقى حاجه موجوده جنب السيبتم بليوستم تبقى انترا فنتريكل، او يبقى ميد لاين ستراكشر ده الثيرد فنتريكل والفورث فنتريكل اللي هما يبقوا انترا فنتريكل ليجنز اللي هما يبقوا اكسترا اكس. اوكي، وهنقوم بعد كده بقى بالاكسبيرينس هتوصلي زي ما هند قامت قايله كده دي شكلها كولايت سيست، فكولايت سيست انترا فنتريكل، فانت جبتيها ريتروجريد، بس انا ما كنتش عايزه ايه جامب اوفر الا لما نبقى عارفين المعلومه. اوكي، ايه رايكم انترا اكزيال ولا اكسترا اكزيال؟ اكسترا اكزيال ايه، انترا فنتريكولر تمام، جوه الفنتريكل لارج ليجن، جوه الفنتريكل، جوه التو فنتريكلز، يعني ايه عامل انفولفمنت للليفت والرايت وايه وانفولفنج السيستم بيزدم اللي في النص. انا مش مهم عندي الدايجنوزز دلوقتي على قد ما مهم عندي ان انت تعرف تعمل لوكاليزيشن للليجن ان هو جوه الفنتريكل. عاده اللاترال فنتريكل لارج فنتريكلز الناحيتين، فبيبقى سهل ان انت شويه تعملي لوكاليزيشن. الدايليما عندك بتبقى فين؟ في ثيرد فنتريكل عشان ميد لاين صغير، بس في الاكسبيرينس تبقى عارف ايه الليجنز اللي بتيجي هنا او اللي بتكمبرومايز، او في الفورس فنتريكل زي ما جينا واحنا بنتكلم في الانفراتنتوريال ليجنز قعدنا نقول ايه ده في الفورس فنتريكل ولا طالع من السربيلم ورايح على الفورس فنتريكل ولا طالع من البرينستيم ورايح على الفورس فنتريكل. تمام، دي اللي ممكن تبقى شويه ايه دايليما بالنسبه لك تطلعها. تقعد تدور على ايه؟ تقعد تدور على الريليشن بتاعها مع الفنتريكل، في فنتريكل باين حواليها ولا لا. ايه الكلينيكال برزنتيشن اللي انا هتوقعه من اي فنتريكولار ليجن؟ اول حاجه ان كتير منهم بيبقوا انسيدنتال فايندنج بالصدفه لما الاقيه، يعني وانا شغال كده الاقيه فاكتبه، في حاجات نورمال فاريانت، في حاجات انسيجنفيكانت ما تبقاش عامله لي كومبلين، او السيمبتومز على حسب اللوكيشن ان هو يبقى لارج سيمبتوم فيقفل لي الباسواي بتاعه السي اس اف وبالتالي يعمل لي هيدروكيفلس، ولما يعمل لي هيدروكيفلس يديني الساينس بتاع انكريزد انتركرينيال بريشر زي الهيدك. تمام، يبقى دي السيمبتومز اللي متوقعه. فبالتالي عينين الهيدك اللي احنا بنبقى لاكس قوي واحنا بنتعامل معاهم دايما، ابقى داخل لما قعدنا نحكي حدوته مره وقلنا لما نبقى داخلين العيانه هيدك دايما تخليك يعني اوير بالكلينيكال سيناريو زي الفينس استرومبوزس، فتقعد تدور في الفينز. وحاجه ثانيه ان انت تشوف اي اوبستراكشن للسي اس اف باس واي هيبقى عامل لنا ها انكريز انتركرينيال بريشر، هيبقى عامل لنا لود، فهو اللي يبقى بيسبب الهيدك. يبقى انا عيني تروح على طول على الباس واي بتاع السي اس اف. خلاص عملنا الديتكشن، اللوكاليزيشن بتاعي جوه الفنتريكلز ابقى عارف ان انا عندي تو لاترال فنتريكلز وثيرد فنتريكل وفورث فنتريكل. وتاني حاجة أبقى أنا أوير بس من ناحية الباثولوجي إن الليجنز دي بتطلع منين من الفنس؟ بتطلع من السي اس اف يعني؟ لا، بتطلع من الإبندايلر لايننج، وده اللايننج اللي بيحوط الفنتريكلز كلها. فيطلع منه ليجن، وفي سب إبندايلر لاير، بعد الإبندايلر يطلع سب إبندايلر لاير، وعلى أساميهم اتسمت الإبندايلوما والسب إبندايلوما. ودول بيتعرفوا باثولوجي اكتر. كرويد بلكسس، كرويد بلكسس دي قلنا اللي هي ايه بلكسس اوف فيزز اللي بتعمل برودكشن للسي اس اف. طيب الكرويد بلكسس دي يطلع منها ليجنز زي كرويد بلكسس بابيلوما، كرويد بلكسس كارسينوما، اي سيل ثانيه في جلايال سيلز تطلع كرويد جلايوما، او مننجيز تطلع مننجيوما. لكن الحاجات السبيسيفيك للفنتريكلز الابندايمال لايننج والسب ابندايمال لايننج والكورايد بلكسس بابيلو، الكورايد بلكسس ثلاث حاجات اللي بيطلع منهم ليجنز. نيجي بقى للكاركترايزيشن بتاع الليجن، انا هبدا اعمل كاركترايزيشن عشان اقدر اوصل للديفرنشال دايجنوز. الانترافنتريكولار ليجنز يعني بتنحصر في اربعه ايتمز. اول حاجه انت ميني ليجنز، وهنقول يعني ايه انت ميني ليجنز.
او vividly enhancing lesions او intraventricular hemorrhage او miscellaneous. miscellaneous دول هنقول شويه items صغيرين كده في الاخر اللي هم يحصل ممكن يحصل جوه الفنتريكل. intraventricular hemorrhage لازم نبقى اوير بيهم في حالات زي حالات التروما اوكي، او اي حاله فيها acute insult لهيموريدج ونشوف هل في اكستنشن للهيموريدج ده جوه الفنتريكل ولا لا. يبقى احنا المين بالك بتاع المحاضره الانت ماني ليجنز والفيفيدلي انهانسينج ليجنز. يعني ايه انت ماني ليجنز؟ حد عارف الترم بتاع انت ماني يعني ايه؟ انت ماني ده ترم بيستخدم ساينتفك، بيستخدم في البيبرز والارتيكلز، معناه سبوت دايجنوزس. زي ما احنا بنقول على الحالات كده سبوت دايجنوزس في الامتحانات اوكي، فهم بيقولوا عليها انت ماني، وفي ويب سايت اسمه انت ماني. بس انا اول ما سمعت عن الويب سايت لما سمعت عن الويب سايت ما كنتش فاهمه زمان ايه الويب سايت وايه الاسم، يعني انا اكيد فاهمه صح يعني انت يعني عامه. هي الفكره ان هم كمان عندهم بيسموا الحاجات بياخدوها براءه اختراع. يعني ايه؟ احنا نقول سبوت دايجنوزس وخلاص والكلمه تعدي وتبقى درجه وسط. لا هم عندهم، لا ده هم سجلوها، ده تيرم راديولوجيكال تيرم معناه الليجن او الفايند which has characteristic appearance and cannot be anything but one thing. هما الترم ده was coined by Lutcher, chief of radiology at Boston Children's Hospital, و popularized by Felson in his 1960 classic textbook chest rentinology. يعني ايه السطرين دول؟ معناهم براءة اختراع، هما مش أي حاجة بيتكلموا فيها كده، لا ترم طلع يسجلوه ويقعدوا يقولوا مين اللي قاله ويبداوا يستخدموه على نطاق واسع. يبقى لما تقرا كلمه انت ماني راديولوجي او انت ماني ليجنز ده معناها حالات السبوت دايجنوزس. السبوت دايجنوزس دي لها اكسبشنز، ساعات بيبقى لها اكسبشنز، يعني بتبقى ساعات توتالي كاركترستيك وساعات تقول بس لو حصل فاريشن في الشكل ممكن تروح لديفرنشال دايجنوزس تاني، بس في الغالب الكاركترز بتاعتها سبيسيفيك. الانت ماني ليجنز اللي بتحصل جوه الفنتريكلز عباره عن 8 حالات، او اللي بتحصل حوالين الفنتريكلز 8 حالات. هنقولهم بقى ايه دول اللي هنقولهم كلهم ليه؟ عشان ما يصحش ان انت تبقى حاجه انت ماني وانت ما تبقاش عارفها، او سبوت دايجنوزس وانت ما تبقاش عارفها. اول واحده الكولايت سيست، بعد كده سب امبيدمنت جوينت سيل استروسايتوما، سنترال نيوروسايتوما، كورايت بلكسس اكزامس وجرانيلوما، انترافنتريكولار سامبل سيست، كيفن سبتم بليستن، كيفن فيرجي، اند كيفن فيلم انتربوستر. اوكي؟ يبقى دول الايت ايتمز بتوع الانت ماني ليجنز اللي جوه الفنتريكلز. قولوا لي مين شايف ايه في الصوره دي؟ الليجن ده الصوره دي كاركترستيك. وهند ما شاء الله عملت وصف حلو. اي جس ان الوصف الحلو ده جاي من ايه؟ من النولج. مش من بس قرايتها للفيلم، هي عارفه الكولايتسيست فعارفه الكرايتيريا بتاعتها فقادره توصف وقادره تريبورت كويس. يبقى ده جزء من مهارتك بعد كده، ان انت في الاول بتبقى تكتسب مهاره الديفرنشال دايجنوزس، وبعد كده لما اشوف الليجن وانا عارفه ان هو من انجيوما مش هقول لقبالي وانا ببص على الفيلم، هتلاقي بالسبكونشس كده انت عمال تقول ويل ديفايند بروت بيست ديورال تيل هوموجينس انهانسمنت نو ايديما نو واس افكت. يبقى ايه قصه كيوميوليتيف زي ما قلنا. لما تتعود ان انت بتوصف الحاجات اللي سبوت دايجنوزس هتلاقي نفسك في الامور اللي متلعبكه الامور اسهل معاك، هتبقى عارف تحط ايدك على المفاتيح. هي عملت ايه دلوقتي؟ وصفت الليجن والدنستي بتاعته والريليشنز بتاعته والماس افكت، واذا كانت سجستنج ان هو بينايل ولا مالجننت، وقالت المقاسات بتاعته، وفي الاخر قالت ان هو موست لايكلي كولايت سيست. فخلينا نشوف ايه الليجن ده. حد مش شايف الليجن؟ كلنا شايفين الليجن. ها ميد لاين ليجن، دي الكلمه اللي انت ايه ميسد تو ساي، لازم تقولي ان هو ميد لاين ليجن. الكولايتسيس دي بيناين ليجن كونجنيتال ابيثيليوم لاين سيست اولموست اولويز رايز ان ذا انتيريور ثيرد فنتريكل. يبقى في الانتيريور اسبيكت بتاع الثيرد فنتريكل. لما اقول ثيرد فنتريكل معنى كده ان هو ميد لاين ستراكشر. تمام. السالينت كرايتيريا اللي انا بشخص بيها اول حاجه التابيكال لوكيشن، ودي اهم حاجه.
يبقى هو لو تابي كان لوكيشن الكولايت سيست ان انا الاقيها في الانتيرور ثيرد بتاع الايه، في الانتيرور اسبيكت بتاع الثيرد فنتريكل. الصوره اللي فاتت ما كانش باين فيها الثيرد فنتريكل، اوكي، بس هي قامت قايله الثيرد فنتريكل وسط كلامها. عشان كده قلت لكم هو الوصف بتاعها مبني على نولج، هي عارفه هي فين فبتوصف ازاي، تمام. لكن الصوره دي انا حطاها عشان يبان لك الاناتوميكال لاند ماركس اللي المفروض تبقى عارفها، وفي حالات ممكن ما تبقاش باينه بالقوه دي، بس انت خلاص انت فاهمها، فاهم اللي بين الكواليس. انا ايه اللي انا شايفه؟ حد شايف الثيرد فنتريكل؟ انا هعمل لاين جنبه عشان ما اعملوش ماسكينج، ده الهايبودنس، اوكي. طيب العيان ده اكزيال، يعني اللي ورا ده بوستيرير واللي قدام انتيرير، يبقى في الانتيرير اسبكت بتاع الثيرد فنتريكل انا عندي في راوندد هايبر دنس ليجن، اوكي. اللاترال فنتريكل لما بتفتح عند الثيرد فنتريكل بتفتح عن طريق ايه؟ فورمن اوف مونرو، صح؟ فين الفورمن اوف مونرو دول؟ اهم اللي هم هنا من عند الفرونتال هومز، التاب بتاعه الفرونتال هومز اللي راح على ورا هتفتح في الثيرد فنتريكل هنا كده، دي الفورمن اوف مونرو، هنا الفورمن اوف مونرو. الليجن ده انكلايند تو ذا ليفت، فعامل ايه؟ عامل ابستراكشن للليفت فورمن اوف مونرو، فبالتالي عامل هايدروكيفلس في الليفت لاترال فنتريكل. صعب الكلام؟ خلاص. يبقى انا كده لما اجي اوصف، انا بصيت على ليجن لقيته في الانتيريور اسبكت بتاع الثيرد فنتريكل، نير سوري نير الفورمن اوف مونرو، فبالتالي عامل ابستراكشن وبالتالي عامل كونسيكوينت هايدروكيفلس، تمام. يبقى ده التيبيكال لوكيشن، انا قلت اللوكيشن والماس افكت. بعد كده الابييرنس اوف ذا سيست، في كاركترستيك ابييرنس لها انها بتبقى هايبر دنس في السي تي، سي تي وداوت كونترست. يبقى عشان كده اول جمله قالتها لما قالت سي تي وداوت كونترست قلت لها دي اهم جمله، ليه؟ عشان انا قلت ان ده مش انهانسمنت، تمام. ده هايبر دنس ليشن موجود في الميد لاين انتيريور بارت اوف ذا ثيرد فنتريكل كولايتسس، تمام. يبقى ده السالينت كرايتيريا او الحاجات اللي انا اقدر اشخص منها الكولايت. تيبيكالي بيشنتس ار اسيمتوماتيك، في العادي ممكن يجوا من غير سيمتومز او يجوا بانترميتنت هيديك او كرونيك هيديك، هيديك بيروح ويجي. ليه؟ هي بتاكت لايك بول فالف ميكانيزم، يعني بتقفل الباسواي وتفتحه كل شويه، اوكي، سيست. فبالتالي من نتيجه الاوبستراكشن ساعات يبقى في انكريز انتركرانيال بريشر وساعات ايه، اوكي. المين كومبليكيشن بتاعها انها تعمل سيريس اوبستراكشن وتقفل وتعمل لي هيدروكيفلس زي اللي احنا شايفينه، ساعتها السيرجري او يعني لازم يبقى في تدخل عشان احل المشكله دي. لا مش هنعتبرها بقى ايه، لكن طول ما هي اسيمتوماتيك اعمل فولو اب عادي، لكن وانس انها بقت سيمتوماتيك وعامله انترفير ويز الريجولر لايف ساعتها ايه اتعامل معاها. الليجن انا شايفاه هنا في الفيلم ده كده، انا شايفه الايه؟ هايدروكيفلس للبوست لاترال فنتريكل. لو نزلت عند الفورث مش هلاقي، معنى كده ان في ايه؟ نون كوميونيكيتنج هيدروكيفلس عند ليفل معين البايلاترال. يبقى انا هروح ادور عند الليفل بتاع الثيرد فنتريكل، هلاقي ايه؟ الليجن اللي الارم مشاور عليه. الليجن ده هايبر دنس ولا لا؟ هايبو دنس ولا هايبر؟ يعني زي اللي فات؟ ها؟ لا مش زي اللي فات، صح؟ يبقى معنى كده ان بيقول لك ان في اكسبشنز للكرايتيريا بتاعته او للابيرنس بتاعه، لكن الماجوريتي بيبقوا هايبر دنس. يعني وانس ان انت شفت هايبر دنس ليجن اتس كولايت سيست موست لايكلي، عشان ما فيش مسلمات في الطب للاسف يعني. لكن في ممكن تلاقيها هايبر دنس، او ممكن في الام ار اي ممكن الاقيها فاريبل سيجنالز، وهنشوف صور ثانيه. انا حتى الصوره السيرجيكال دي الليجن فين؟ طبعا هو عليه ارو اللي هو ده، اوكي. انا جايب الصوره دي عشان انت تبقى عارف في السيرجيكال فيو الانتيريور اسبكت بتاع الثيرد فنتريكل. المفروض الثيرد فنتريكل ده ميد لاين ستراكشر هنا، اوكي. في الانتيريور اسبكت بتاعه بيبقى فيه الكولايت سيست. الكولايت سيست دي عباره عن ايه؟ فيها ايه من جوه؟ فيها ميوسين، اولد بلاد زي الهيموسيدرين، كوليسترول اند فاريوس ايونز. الكونتنتس المتلخبطه دي بالتالي بتدينا شكل متلخبط في الام ار اي، يعني مره يبقى هاي سيجنال في التي 1 وده الماجوريتي،
او ممكن يبقى ايزو او ممكن يبقى لونج على حسب الكونتنت، على حسب الحاجه البريدومينانت اللي فيهم. اوكي دي صوره باثولوجي للسيست وعامله هايدروكاتبس. اوكي طيب الكلاسيك ابييرنس بتاعها في السي تي انها تبقى هايبر دنس، ده الكلاسيك. هبقى شايف الثلاث صور عارف انا هجيب الاناتوميكال لوكيشن ازاي. الصوره دي مثلا انا مش شايف اللاترال فنتريكل بس شايف ان انا في ميد لاين ستراكشر، اروح اراجع على الساجيتال هلاقي نفسي في الانتيرور للثيرد فنتريكل، وهراجع في الكرونال تمام امشي من قدام لورا هلاقيني رايح ناحيه قدام اكتر. وهايبر دانس ليجن لازم اتاكد ان هو ويل ديفايند وراوندد وهوموجينس مفيش سوفت تيشو كومبوننت عشان ما ابقاش دخلت في ايه في ليجن تاني ما هوش هيتروجينس. فلازم اتاكد ان اللي انا شايفه في مقطع واحد هو اللي انا شايفه في كل السيريال اوف ايمجز تمام. وبعد ما اوصف الليجن واعلق عليه لازم اعلق على الكومبليكيشن، عامل هايدروكيفلس ولا لا، عامل دايلاتيشن ولا لا، وناحيه واحده ولا ناحيتين. ده صورة MRI T1 without contrast. الليجن عامل ازاي؟ هاي سيجنال. نتيجة ايه؟ نتيجة الكونتنتس اللي جواه الكوليسترول، لو الكوليسترول هو اللي عالي يبقى هيديني هاي سيجنال في الـ T1. الاناتوميكال لوكيشن بتاعه باين قوي، انا عندي اهو الثيرد فنتريكل وهو قدام الصورة، احنا قلنا اكزل ده ورا ده قدام، سنترد عند الفورمن اوف مونرو الناحيتين فقفلهم. يبقى الفورمن اوف مونرو بتفتح في الانتيرور اسبيكت عند اللاترال ثيرد فنتريكل، لما بيطلع ليجن بيقفل ماشي على حسب، لو انكلايند للناحيه يبقى هيعمل لي يوني لاترال هايدروكيفلس، لو في السنتر يبقى هيقفل الناحيتين. تي 1 هاي سيجنال، تي 2 لو سيجنال، ده كلاسيك ابييرنس للكولايت سيست. هشوفها احسن في انهي سيكونس؟ التي 1 لو هي هاي سيجنال، يعني لو بالكلاسيك ابييرنس ده يبقى هشوفها في التي 1. طيب بيقول لك عشان الفاريشن بتاع الابييرنس ده في الفلاير حصل ايه؟ السي اس اف يبقى سبريسد، هي مش سبريسد هي ستيل هاي سيجنال. طيب في البوست كونتراست عاده ما بتاخدش انهانسمنت، ما بتاخدش انهانسمنت الا جانب انها لو هاي سيجنال في ال1 انت مش هتبقى شايف حاجه اصلا فارقه في الايه في البوست كونتراست. بيقول لك لما تيجي تتكلم في الام ار اي عشان تقول احسن سيكونس ايه صعب، هو احسن سيكونس في الحاله اللي احنا حاطينها يبقى ايه شايفها في التي 1 اكتر عشان الكونتراست، لكن نتيجه الفاريشن بتاع السيجنال بتاعها انا ما اقدرش اقول هو انا شخصها احسن في التي 1 ولا في التي 2 ولا في الفلير. لو حد يفتكر احنا بنتكلم على الام اس مثلا قلنا السجيتال فلير ده من البروتوكولز لازم يبقى عندي سجيتال فلير عشان اعرف اشخص، لكن هنا ما اقدرش اقول عشان ما عنديش كونستنت باترن بيطلع. فانا حاطه الصور دي فاريشن انا شايفاها هنا ايه مش لو بس ممكن يبقى ايزودنس، عارفه زي مثلا منظر السي تي، انت قادره تشوفي الليجن هنا؟ مش قادره تشوفيه، ايه اللي هيخليكي تشوفيه وتعملي عليه ارو؟ الدايليتد فنتريكلز، الدايليتد فنتريكلز هي اللي هتخليكي تمشي وراها عشان تشوفي ده كوميونيكيتنج ولا نون كوميونيكيتنج هايدروكيفلس، بمعنى رايح لغايه فين الليفل بتاع الهايدروكيفلس ده؟ مكمل لغايه الفورس فنتريكل يبقى كوميونيكيتنج، يبقى ايه السبب من بره من السب اركنويد سبيسز مثلا. طيب ولا واقف عند ليفل معين اللاترال فنتريكل بس او اللاترال فنتريكل، فابدا بقى ادور هنا فلاقي ان هنا الدنيا فيه بولج شويه، بلج انا مش متعود عليه، واروح اعمل بقى ساجيتال كروم. اوكي لكن الموست كومن ابييرنس الكولايتس ار موست ايزلي سين اون سي تي، بمعنى لما تدخل الامتحان وتلاقي فيلم سي تي وجايب لك كولايتس هو بيديك دي سبوت دايجنوزس. في الام ار اي السيجنال فاريبل بي اوير لو تي 2 سيجنال موست كومن دي ويل ابير لايك سي اس اف في الفلير، هيقلب يبقى زي سي اس اف في الفلير فانت ممكن ما تبقاش شايفه، يبقى ايه ايزو سيجنال للي جنبه، فما تبقاش قادر تعول على سيكونس منهم هو اللي تشخص منه. فبالتالي انت لازم دايما يبقى عندك تي 2. وخليني ازود بقى على الجمل اللي مكتوبه، انت لازم تبص في كل السيكونسز. لو نفتكر التكتال بليت جلايوما لما شفناها مره والناس ما عرفتش تجيبها، ما عرفناش نجيبها في التي 1 ما عرفناش نجيبها في التي 2 وجبناها في الفلاج نتيجة الهاي سيج. أنا قصدي مش كل حاجة بتظهر في كل السيكونسز، وكل حاجة لها حاجة ايديال وفي حاجات مالهاش حاجة ايديال.
فتبقى معوج عينك ان انت بتبص على كل الكي فيتشرز المهمه ان احنا نقولها في حالات الكولايت سيست السايز بتاع الليجن عشان نبقى عارفين هو سيجنيفيكانت ولا لا. التي 2 سيجنال انتنسيتي بتاع السيست عشان اللو سيجنال دي بتبقى ديفيكالت تو اسبيريت ساعات بيخش منهم بس اسبيريشن اسيست اوكي فلازم تدوكيومنت هي لو سيجنال ولا لا. وبعد كده السايز بتاع الفنتريكلز نقول ان في ماس افكت عامل هادي كيفلس ولا مش عامل. بعد كده السب امدالوجين سيل استروسايتوما او الهامرتوما اوف تيوبرس سكليروزس. طيب خلينا نقول ان تيوبرس سكليروزس ده تمام ده حاجه من المالتي سيستم سندرومز الكونجنتال اللي بتحصل في البري. مالتي سيستم يعني ايه؟ يعني بيعمل افكشن لكذا سيستم اوكي برين كاردييك اوكي رينال. ده بيعمل لنا شويه نون مالجنت تيومرز او يعني لو جريد تيومرز في البرين وبيعمل افكشن لكذا سيستم. دايما بيطلع في الكلينيكال سيمتوم بتطلع قبل الايدج اوف 10 وممكن نفضل نشوفه في العشرينات وفي الثلاثينات اوكي. له شويه كرايتيريا كده هنقولها. الكلاسيك كلينيكال ترايات بتاعه ان هو يجيب سيجرز منتال ريتارديشن ادينوما سبيشال على الجلد. لكن كلينيكال بتاع النيو سيجرز ومنتال ريتارديشن اوكي. السيجرز دي معناها ممكن مش لازم الثلاثه يجوا ممكن حاجه واحده في عينين قبضت ويجي بس بيجي له سيجرز وخلاص وهو جاي بالفولو اب اي ليجن. يعني الموست كومن مانيفستيشنز البرين الافكشن بتاعنا في البرين شويه حاجات وبعد كده في الكيدني الكومن قوي الانجيومايلايكوما. بدور على حاجه فاتي ليجنز تمام لما الاقي انجيومايلايكوما والاقيهم بايلاترال دماغي تدور على طول تفكر ان انا اطلع فوق واروح اشوف الفايندكس اللي في البرين اخبارها ايه وابقى متخيل ان الحاله دي ممكن تدخل في امرجنسي. الامرجنسي ده ان هو حصل رابشر للانجيومايلايكوما وجات لهم بانترنال هيمرج في الطوارئ كاردياك رابدو مايوما. دي الايه الجنرال سيستمز لكن في سيستمز ثانيه بيحصل لها افكشن لكن دول ايه الموست امبورتنت يعني اوكي. يبقى انا دايما يبقى اللينك جوه دماغي الانجيومايلايكوما لما تبقى بايلاترال افكر في تيوبرس سكليروز ولما يبقى عندي تيوبرس سكليروز اعمل له سكريننج فور انجيومايلايكوما. حلو ده الكوريليشن ده مهم تسالوا فيه كتير في الشفوي وبنشوفه في البراكتيكال كمان ان انت تبقى عامل كوريليشن بين المالتي سيستم ده البرين والايه والكدني. ايه البرين فايندنجز بقى في حالات التيوبرس سكليروز؟ اربع حاجات يهمنا منهم اول اثنين لان هما دول اللي تبع المحاضره وهنرجع نقول التيوبرس سكليروزس مع الكونجنتال انومالس تاني في الاخر. اول اثنين ايه؟ لما يقول لك سب ابندايمال نديولز وسب ابندايمال جوينت سيل استروسايتوما. ايه اللي يهمنا في النقطتين دول؟ كلمه سب ابندايمال يبقى حاجه ريليتد للفنتريكل. احنا قلنا الفنتريكل فيه ابندايمال لايننج وسب ابندايمال لاين اوكي. ففي حاجه اسمها سب ابندايمال نديولز وسب ابندايمال جوينت سيل استروسايتوما. ده حاله برين نون كونترست. حد شايف اي باثولوجي دي؟ في الفنتريكل ايه؟ المنور ده يبقى ايه؟ كالسيفيكيشن. اي حاجه دنس في السي تي تبقى ايه؟ كالسيفيكيشن بلط ماشي او هايبر دنس او تبقى حاجه ليجن هايبر دنس على حسب الليفل بتاعها تمام. يبقى ده انت شايفه ايه؟ سب ابندايمال اوكي كالسيفايد نوديولز خلاص عشان نتعلم الترم. احنا بنعرف نوصف في الماسز وكده لكن هنا انا شايفه حاجه في الفيلم ده ها مفيش حاجه في الفيلم ده. طب في الفيلم ده في عند اللاترال فنتريكل سب ابندايمال كالسيفايد نوديولز اوكي. يبقى ده من الكريتيريا بتاعه التيوبرس سكليروز ان انا الاقي على اللايننج او الوولز بتاعه الفنتريكلز الاقي حاجات كالسيفايد او مش كالسيفاي. هي الماجوريتي فيهم بيكالسيفاي وفي نسبه مش بتكالسيفاي بس الاقي ايه نوديولز فبنسميها سب ابندايمال نوديولز او سب ابندايمال هامرتومز. شايفين على الفنتريكل اهو 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 دي مش كالسيفاي هايبر دنس شويه لكن مش كالسيفاي زي التانيين. انا ديول ذات ماركتلي انهانس
and enlarges over time should be considered suspicious for transformation to subependymal giant cell astrocytoma. مش احنا قلنا subependymal nodules او subependymal hamartomas، وقلت السطر اللي بعديه subependymal giant cell astrocytoma. هما الاثنين nodules او ماسز عند الفنتريكلز. الحاجه الوحيده اللي تفرق بينهم ان الجاينت سيل استروسايتوما حجمها اكبر وبتكبر مع الوقت، لكن النوديولز دول صغيرين ومنطقي. ها انا شايفه ايه هنا؟ نوديولز كالسيفايد عند الفورمن الكرونوم ساتل فايندنجز. هتعرف تجيبها لو انت عارف النورمال اناتومي وعارف تديتكت ان دي منظر مش مظبوط، مفيش حاجه هايبر دنس في الاريا دي. اوكي، والفيلم الثاني ده فيه سبورتيكال تيوبرز، حاجه بقيت القصه او يعني بقيت الحدوته بتاعت التيوبرز سكليروز. بس انا اللي يهمني في السيتنج بتاعنا الحاجات اللي حوالين الفنتريكل اللي هم دول. هنا شايفين ايه؟ ايوه كده، خليكم صراحه معايا، كنتوا شايفين ده؟ ايزودنس، ايزودنس ايه؟ شايفه اربعه. ادي واحد، اروح هنا الاقيه فعلا ايزو، بس في واحد تاني هايبو، وفي الانهانسمنت ده واخد انتنس انهانسمنت، وده واخد انهانسمنت بس اقل شويه، وممكن يبقى في واحده كمان هنا، يبقى في اتنين صغير، واحد صغير هنا، يبقى انا الموديول اهي بس ايزو فاتت من عيني. اوكي، الم ورا نفسي هجيبها في التي 2، الم ورا نفسي هجيب عدد اكتر في البوست كونترست. طيب في افكشن تاني في التي 1 مش باين قوي، في البوست كونترست مش باين قوي، بس انا هنا في وايت ماتر ليجنز، هنا في حاجات سبكورتيكال. الوايت ماتر لازم تبقى دارك سيجنال زي ده، هنا الوايت ماتر برايت، هنا الوايت ماتر برايت اللي هي سبكورتيكال تيوبرز. يبقى انا لما الاقي النوديولز دي، على فكره ممكن يبقى اي دايجنوزز تاني، بس في السيتنج بتاعنا انا لاقي حاجات تانيه سبورتيكال تيوبرز، لقيت جاينت سيل استروسايتوما، السيتنج بتاعه والكلينيكال اسبكت بتاعه ماشي مع تيوبرز سكليروزز، دماغي تروح على تيوبرز سكليروزز. اوكي، لكن لو هو ايزوليتد لا، ما انا هقعد افكر بقى هو ايه الليجنز دي، انا مش عارف معاه اذر فايندنجز ولا لا. كالسيفايد سب ابندايمال نوديولز كلاسيك للتيوبرس سكلوزس. شايفين ولا مش شايفين؟ كم واحده؟ انا شايفه اهو ده بوست كونترست تي 1، انا شايفه واحد اثنين ثلاثه وممكن تبقى دي الرابعه. خلاص، يبقى سب ابندايمال انهانسينج نوديولز او سب ابندايمال كالسيفايد نوديولز. ايه السبب ان دايما جاينت سيل استروسايتوما؟ ده بيناين تيومر دبليو اتش او جريد 1 رغم ان هو اسمه استروسايتوما. بيك اوكيرنس بتاعه اقل من 20 سنه، بيبقى لارج اكتر من سنتي، و ديمونستريت جروث. هعرف منين ان هو بيجرو اب؟ بالفول اب معين تيوبرس سكلوز، ده بيعمل كل شويه فول اب. لما يجيب لك القديم بتاعه هتلاقي ده كان مقاس وبقى مقاس تاني، وانتنس انهانسمنت. يبقى انا عندي ليجن هايبر دنس، اوكي، عامل في حواليه جريد 1 سراوندنج اديما، تمام، وعامل اوبستراكشن للفنتريكل الناحيتين على فكره، قافل الفورمن اوف مونروف الناحيتين، فبالتالي عندي هيدروكيفلس رايت وليفت بس اكتر على الرايت. اوكي، وفي سب ابندايمال كالسيفايد نوديول. لما اشوف سب ابندايمال كالسيفايد نوديول دماغي تروح للايه؟ للتيوبرس سكليروزس. فبالتالي لما الاقي جاينت تيومر كده او حاجه كبيره اكتر من سنتي يبقى سب ابندايما جاينت سيل استروسايتوما. طيب ايه الكرايتيريا عشان اشخص انترا جاينت سيل سب ابندايما جاينت سيل استروسايتوما؟ ان يبقى انترا فنتريكولار ماس نير الفورمن اوف مونرو، ما تبقاش ورا ولا بعيد ولا مرميه، هي قريب من الفورمن اوف مونرو اكتر من سنتي. ايزو او سلايتلي هايبو اتنيويشن زي كده. Intense enhancement زي كده. هيدروكيفلس هيبقى موجود نتيجه الاوبستراكشن بتاع الفورم اللي في مونرو. يبقى انا كده دي احنا قلنا انها مش هتبقى كولايد عشان اوف ذا ميد لاين على جنب، وتاني حاجه انها هنفكر في جاينت سيل استروسايتوما لما تبقى اكثر من سنتي عند الفورم اللي في مونرو وانتنسلي انهانسد. وهبقى سبورتد بالدياجنوزس لو انا لقيت ايه معاها؟ سبق بالدايمن نديولز، سواء كالسيفايد او نون كالسيفايد، او الحاجات التانيه بتاعت التيوبرس سكليروسس.
ايه رأينا في دي؟ الدنيا بدأت تبقى ملعبك اكتر. في ايه؟ كالسيفيكيشن فين؟ في التيومر نفسه. اوكي، وفي سيب ابن دايمر، سيب ابن دايمر نوديولز كذا واحدة صح؟ اهي شايفة واحدة اهي، واحدة اهي، واحدة اهي، واحدة اهي كمان. اوكي، واحدة اهي. السبب ان بقى الكالسيفايد نيديولز دي ريحت نفسيتي ان هو تيبريس سكليروز، فاقعد بقى ايه زي الطريقه بتاعت هاند اوصف التيومر وانا عارفه ان هو جاين سيل استروسايتوما صح، انا عارفاه خلاص، فهقعد اوصف بالثقه بتاعت ان هو ماس وسنتر ده عند الليفت فورم من الكونر، هقيف الكلام والاقيه ماشي صح. حاجه صغيره ساعدتني ان انا اشخص الحاجه الكبيره. تمام، يبقى ايه الماس اهو وانتنسلي انهانسينج وسنتر ده على الفورم من فونرو وحواليه هيدروكافلس نتيجه الابستراكشن بتاع الفورم من فونرو. تمام، في الام ار اي ايه الابيرنس بتاعها؟ نعتبرها ماس، نعتبرها تيومر، بس ايه اللوكيشن والجنرال كونديشن هو اللي هيحدد لي اللوكيشن فين، انتروفنتريكولر فين، سب ابندايمال عند الرايت فورام اوف مونرو، ايزو تولو في التي 1 هايبر انتنس في الفلير، في التي 2 في شويه حاجات كده لو او سيجنال فويد ده ممكن يبقى كالسيفيكيشن. اوكي، وفي البوست كونترنس انتنس انهانسمنت، لما ابص على الكرونال بكونفيرم اي فنتريكولر لوكيشن. يعني انا لما بشوف في الاكسيال فنتريكولر لوكيشن او اكسترا اكسيال او انترا اكسيال لوكيشن اروح ابص في الحاجات الثانيه. متفقين؟ بعد كده الحاجات اللي بتسبورت ان هو تيوبرس سكليروزس بس مالهاش علاقه بالفنتريكلز، ان يبقى في كورتيكال او سب كورتيكال تيوبرس، هلاقي حاجات مالتيبل انا شايفاها ماس؟ لا، شايفاها اريا اكتر. سب كورتيكال يعني تحت الكورتكس 50% منها بتيجي في الفرونتال لوبس، والتيبيكال ابييرنس بتاعها انها بتبقى تريانجولر، تريانجولر ان شيب زي دي صغيرين اهو، ويبقى الابيكس ناحيه الفنتريكل زي دي، ويبقى الابيكس ناحيه الفنتريكل. بعد كده وايت ماتر ابنورماليتيز دي بتبقى سوري بتبقى راديال، راديال هاي سيجنال في الوايت ماتر غير السب كورتيكال تيوبرز اللي هي تريانجولار شيب والابيكس ناحيه الفنتر. يبقى لما اتكلمنا على تيوبرز سكليروزس قلنا في ايه؟ فور فايندينجز. ايه اهميه الفور فايندينجز؟ ان وجود الاربعه بيساعدني في الدايجنوزس، كلهم بيخدموا على بعض، لما اشوف الاربعه هيساعدوني. ايه بقى الاربع حاجات؟ سب ابندايمال تيوبرز تبقى كالسيفايد او نون كالسيفايد، جاينت سيل سب ابندايمال جاينت سيل استروسايتوما، وايت ماتر ريديال بانس، وسب كورتيكال تيوبرز. سب كورتيكال تيوبرز دي بتبقى ارياز اوف نورمال سيجنال ما بيبقوش واخدين انهانسمنت. يبقى احنا كده لما نتكلم على الالتيميني ليجنز بتاعت الانترافنتريكلر قلنا الكولايت سيست، وتاني حاجه قلناها سب ابندايمال جينسن استروسايتوما. واحنا طول ما احنا ماشيين عرفنا دي هتبقى ايه الكرايتيريا ودي ايه الكرايتيريا. اللي بعد كده السنترال نيوروسايتوما، حد يشرح لي ايه اللي احنا شايفينه في الصوره دي؟ طيب انا شايفه ليجن انترافنتريكولر صح، يبقى انا ايه في الكريتيريا في الجروب اللي انا بتكلم فيه جوه الرايت لاترال فيرج في اوبستراكشن عشان في هايبرتيفس، والليجن ده ميكس سيجنال انتنستي، في سيجنال بتاعت سيست وممكن يبقى في سيجنال لو سيجنال كده ممكن تبقى فاسكولاريتي او ممكن تبقى كالسيفيكيشن، وفي هيموريدج. تمام، والنقطه الاهم على الاطلاق ان هو اتاتشد تو ذا سيبتم بليسما انسبرابل من السبتم بليستم، انا شايفاه هو كبير قوي. اوكي، بس هنا اتاتشد ده سنترال نيورو سايتوما. السنترال نيورو سايتوما دي دبليو اتش او جريد 2 نيورو ابيثيريال انترا فنتريكولار نيوبلاسم ويز فيفربل دايجنوزس لو اكتشفناها واتعمل لها كومبليت ريسكشن. بتيجي في اليونج ادلتس من 20 ل 40 سنه. اوكي، السالينت كريتيريا بتاعتها انها لوكيتد انتايرلي وذن ذا فنتريكل، وتاني حاجه كاركترستيك اتاتشمنت وذ سبتم بليوستم. يبقى دول الحاجتين اللي هيساعدوني ان انا اشخص الايه النيوروسايتوما السنترال نيوروسايتوما، عشان بعد كده هنقول انترا فنتريكولار ليجنز ثانيه.
مش هيتخطاها. والليجنز الثانيه اللي احنا ممكن نشوفها جوه الفنتريكولايت بلكسس بابيلوما او البين دايموما مش هتبقى لازقه في السيستم بيوزن بالطريقه دي، مش هيبقى لها البابلي ابييرنس ده. اوكي، يعني دي واخده انهانسمنت وفي سيستيك ارياز جواها. التيبيكال لوكيشنز بتاعها اكتر مكان بتيجي فيه هو اللاترال فنتريكلز، وممكن تيجي ثانيه في اماكن ثانيه بس اشهرهم على الاطلاق اللاترال فنتريكلز زي الصوره اللي احنا شفناها. في السي تي هايبر اتنويتنج ماس ايه؟ تبقى شبه الجيرانت سيل استروسايتوما. احنا ساعه ما شفنا الجيرانت سيل استروسايتوما قلنا انها عند الفورم من الفورم، تمام؟ بس وارد ان انت تفكري في نفس القصه تتلخبطي عادي. اوكي، طب لما تيجي تتلخبطي هتقولي ان انت هتبقي سبورتد ان الجيرانت سيل استروسايتوما يبقى معاها الاذر كرايتيريا التيوبرز كالسيفيكيشن السب ابندايمال تيوبرز كالسيفيكيشن او كالسيفيك موديولز، او ان انا ابقى عند الفورم اوف مونرو بالظبط، لكن دي انا فوق انا عند الليفل بتاع البادي. يبقى ايه لوكيشنز؟ كل ده باللوكيشن عملنا ديتكشن اللوكاليزيشن انترافنتريكلر والسب لوكاليزيشن واحنا شغالين بيساعدنا في الدايجنوز. زي ما قلنا الكولويد كده انها ميد لاين، الاقي كالسيفيكيشن صح؟ شفنا احنا فيها كالسيفيكيشن اللي هي ساعه ما قلت فيه سيجنال فويد كده ممكن تبقى كالسيفيكيشن. سيستيك ريجن كونترست انهانسمنت وطبعا بيبقى معاها هيدروجرافس. اوكي، ايه الاخبار؟ في ريجن موجود جوه الرايت لاترال فنتريكل بابلي ابييرنس، يعني ايه؟ يعني في سيستيك اريس. اوكي، اتاتشد للسيبتم باليوزدن، لازق فيه انت انسيبرابل منه، ما اقدرش افصله عن السيبتم باليوزدن، مش مساله زقه، لا تحس ان هو ميرجنج معايا واخد ايه انهانسمنت في البوست كونترست ستادي. اوكي، انتايرلي انترا فنتريكولار ريجن وفي الكونترست انا شايفاه هايبر هاي سيجنال شويه في ال تي 1 في اماكن فيها هاي سيجنال ممكن يبقى نتيجه الهيمرج، وفي البوست كونترست واخد انتنس هيتروجينس انهانسمنت. في التي 2 بابلي ابييرنس، بابلي ابييرنس يعني ايه؟ سيستيك ارياز جواه بابلز. اوكي، والاتاتشمنت مع السيبتم باليوزدن انا مش قادر افرق بينه وبين السيبتم باليوزدن. وارجع تاني لما اجي اخش في ديفرنشال دايجنوزز مع حاجه ثانيه ادور على الكرايتيريا بتاعت ده وبتاعت ده واشوف ماشي مع مين اكتر. اوكي، ده كلاسيك ابييرنس لكل السيكونسز. اوكي، انا اول واحد ده ايه؟ تي 1 بوست كونترست شايف في حاجات سيجنال فويد ممكن تبقى كالسيفيكيشن واخد انتنس انهانسمنت ومعانا هيدروكافلس. في البوست كونترست في الساجيتال اكدت على الانهانسمنت والانترافنتريكولار لوكيشن، على الهيتروجينس انهانسمنت والانترافنتريكولار لوكيشن. في الجريدينت انا لقيت في بلومينج فوساي. احنا المره اللي فاتت قلنا بلومينج فوساي دي ممكن تبقى كالسيفيكيشن او تبقى بلاد، في الحاله بتاعتنا دي غالبا هتبقى كالسيفيكيشن. تمام، طيب في التي 2 باين قوي البابلي ابييرنس بتاعه سيستيك سمول سيستيك ارياز جوه الليجن. اوكي، وباين قوي ان السيبتم بيديوزدم مسقوق الناحيه الثانيه والانتمت ريليشن مع التيوم. في الديفيوجن واخد ريستريكتد ديفيوجن، هاي في الديفيوجن ولو في الاي دي سي مال، يبقى الاجزاء السوليد اللي فيه هتبقى طالعه ريستريكتد ديفيوجن. يبقى ده الكلاسيك ابييرنس بتاع السنترال نيورو سايتوما. اللي بعد كده حاجه اسمها كرويد بلكسس اكزانسو جرانيلوما. شايفه انا هنا هايبو دنس ليجن وسراوندد بايه؟ فاين كالسيفيكيشن وبايلاترال. ايه زانسو جرانيلوما بتاعت الكوريت بلكسس دي؟ ده انسدنتال فايندنج، ما بيبقاش سيمتوماتيك وبنلاقيه في الادلتس غالبا يعني. الباثولوجي بتاعتها ان ده عباره عن ديسكوينيتد ابيثيليوم انتو ذا ليومن اوف كوريت سيست. يعني ايه؟ الكوريت بلكسس دي حصل فيها كوريت سيست وجوه السيست دي بدا يديسكونيت ابيثيليوم ويركن جوه، يبقى سيست وبدا يبقى فيه ديسكونيت ابيثيليوم يركن جوه، وبالتالي بدا يظهر كوليسترول والريبت كونتنت جوه الابيثيليوم ده بدا يتكون، فيديني بقى الباترن اللي احنا هنشوفها. عشان كده سموه زانسوميتس ريسبونس او زانسو جرانيلوم عشان الابييرنس بتاعه. اوكي، وهعرفه بايه؟
يعني في السيتي هعرفه بالمارجنال كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن ده هو الكالسيفيكيشن بتاع الكورويد بلكسس، عشان عارفين في فيسيولوجيكال كالسيفيكيشن في الكورويد بلكسس، هو ده اللي عامل لي اوت لاين للليجن. لكن لو من غير السراوندنج كالسيفيكيشن ممكن الاقي ان هو شكل السي اس اف وعيني ما اديهوش. طيب لما اقول بقى ان هو في كوليسترول وريبيد وكده، اتخيل ان شكله مش هيبقى كلاسيك في الايه في الام ار اي، ممكن يبقى فاريبل ابييرنس. انا هنا شايفاه ايه؟ لو في الوان وهاي في ال وهاي في التو، وايزو شويه او لو في الفلير. الابييرنس ده مش النورمال بتاع الكورويد بلكسس، اوكي؟ وهيبقى اكتر سيكونس يشد عيني مثلا في المجموعه دي هو التي 2. Incidental finding لو فات منك مفيش مشكلة، بس هو لما بتلاقيه ده معناه ان انت الـ detection capabilities بتاعتك بقت اعلى. نيجي بقى للاربع حاجات اللي هما يعتبروا سامبل. اول حاجة intraventricular sample cyst. حد شايف cyst في الصورة دي؟ انا عندي cyst تمام في الليفت lateral ventricle intraventricular. cyst دي يعني هتبقى لها نفس السيجنال بتاعة السي اس اف، اوكي؟ يبقى انا هعرفها منين؟ زي اي اركنويد سيست في الدنيا، هعرفها بالماس افكت بتاعها. ودي سام سورت اوف اركنويد سيست، بس هي انترا فنتريكولر، فبيتقال عليها انترا فنتريكولر سيست. فين؟ اهي. لو انت مش مايند ان المكان ده بيطلع فيه انترا فنتريكولر سيست والويندو بتاعك مش مظبوط، مش هتشوف اللايننج الهايبو انتنس بتاع السيست ده. فهتبقى فاكر ان هو جزء من الهيدروكيفلس، بتبدا تدور على كوز للهيدروكيفلس بعيد عن الحته دي. ده معناه ان انت دايما تحاول تادجست الويندو بتاعك وانت شغال. سي تي لو انا باصص على الصوره دي هقول ان هو هيدروكيفلس نون كوميونيكيتنج وفي دايلاتيشن في الرايت لاترال فنتريكل. لكن لما ادجست الويندو بتاعي هشوف الوول بتاع السيست. حد شايفه؟ الى جانب الفوكال تالونينج اللي موجود في الفنتريكل هيخليني اروح ادور ده سيست ولا لا. يبقى ميزه الانسيدنتال فايندنج ان انت لما تلاقيها تدرو دي اتنشن، ولما تلاقي حاجه فيهم مثلا نورمال فاريانت اكتب نورمال فاريانت او انسيجنيفيكانت سيست، عشان تقول له ان مش هي السبب مثلا في الكومبلين اللي العيان جاي بيه. اهو لها نفس الكرايتيريا بتاعت الاركنويد او السامبل سيست، لو في ال1 هاي في ال2 لو في الفلير، تبقى اتنيوتد في الفلير و نو ريستريكتد ديفيوجن، اوكي؟ وقادر اشوف اللايننج بتاعها الوول بتاعها. الثلاث حاجات اللي بعد كده مجموعه على بعضهم، كيفن سبتم بليوزدم، كيفن فيرجي، دول هيبقوا ريليتد لبعض، وكيفن فيلم انتر بوستم. ايه الكيفن سبتم بليوزدم؟ مش احنا قلنا السبتم بليوزدم ده ايه؟ الخط الفاصل بين التو لاترال فنتريكلز، تمام؟ لو في سيست اتكونت بين الليفلتس بتاعته، هو بيبقى تو ليفلتس، واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال، تمام؟ اللي فاصلين التو لاترال فنتريكلز. لو في سيست اتكونت بينهم او في حاجه فيها سي اس اف سبيس، ده معناه ان انا عندي نورمال فاريانت. ونكتب كده بين قوسين لما تكتبه ان هو نورمال فاريانت، لان في ساعات ناس يتصلوا يقول لي اصل حضرتك كاتبه مش عارفه كده اللي هو ايه يعني؟ clinicians. فانت لازم يعني draw attention ان ده normal variant، ما هوش حاجه significant. هعرفه ازاي؟ انا عندي right lateral ventricle و left lateral ventricle وفي CSF space طلع بين الليفلتس بتاعت السبتم فيليوزدم. لاول مره اقدر اشوف السبتم فيليوزدم عشان فصلته عن بعض، فقادر اشوف الوول ده الليفلت ده وقادر اشوف الليفلت ده. طيب لما انا السبيس ده يبقى قدام بس without posterior extension يبقى اسمه cavum septum pediastum. يبقى الكيفم septum pediastum ده anterior CSF left بين septum pediastum leaflets anterior، اوكي؟ قادرين نشوف حاجه في الفيلم ده؟ قدام ولا ورا؟ يلا في النص. قدام. قدام يعني ايه؟ يعني بين الرايت لاترال فنتريكل والليفت لاترال فنتريكل انا شايفه سي اس اف سبيس. انا هعلم عليه من بره اهو.
insignificant is to be reported given symptom plus the normal variant. اوكي لما الاكستنشن دون يبقى قدامه ورا بين السي اس اف كليفت ده اللي هو زي ما احنا شايفين كده يبقى ده كيفم سبتم فيليوزدن وكيفم فيرجي. الكيفم سبتم فيرجي ده كومن اناتوميكال فاريانت بيرسيستنت زي ما كانت كريم بتسال امبريولوجيكال فلويد فيلد سبيس حاجه مكمله معايا اوكي من الامبريولوجيكال يعني لما يبقى فيه بوستيرور اكستنشن يبقى كيفم سبتم فيليوزدن اند كيفم فيرجي. شايفين انا كده فصلت الليفلتس بتاع السبتم باليوزدم عن بعض وفيهم سي اس اف من جوه اوكي كل دي نورمال فاريانس شكلهم في السي في السي تي واخده نفس الدنسيتي بتاعت السي اس اف في الام ار اي نفس السيجنال بتاعت السي اس اف في التي 1 وفي التي 2. في حاجه اسمها كيفن فيلم انتر بوستيم. كيفن فيلم انتر بوستيم الكيفن فيلم انتر بوستيم ده نورمال فاريشن ذير از دايلاتيشن في السي اس اف سبيس. ده ايه السي اس اف سبيس ده احنا ما اتكلمناش عليه اسمه فيلم انتر بوستيم. ايه الفيلم انتر بوستيم اللي هو متعلم بالاصفر السبيس ده فيلم انتر بوستيم. لما اقول كيفن فيلم انتر بوستيم يبقى حصل فيه دايلاتيشن. ايه السبيس ده السبيس ده هلاقيه تحت كده عند قدام السبلينيوم وفوق الديب فينز الكورتيكال فينز وفوق الثالاموس اللي هو اليلو ده. انا بس بقول ان اللوكيشن الاناتوميكال لوكيشن النورمال يعني الصوره دي بتاعت الاناتوميكال لوكيشن النورمال. المنظر بتاعه في الباثولوجي كاركترستيك قوي بيبقى ايه تريانجولار شيب. واحنا قلنا ساعه ما كنا بنتكلم على كوادري جيمينال سبيس قلنا في الاماكن اللي قريبه منها لان احنا هنا اهو الكيفم انتربوستيوم اهو الفيلم انتربوستيوم اهو والكوادريجيمينال سيسترناي اللي هو الاصفر ده. اوكي لما يحصل له دايلاتيشن اوكي هيبقى تريانجولار شيب زي اللي متعلم عليه بالاصفر في التيتو وهيبقى سي اس اف سيجنال. اوكي هيبقى عينك هتجيبه من ايه الديستورشن بتاع الاناتوميكال ابييرنس اهو. اوكي انا مش متعود ان يبقى في حاجه ميد لاين وبوستير وترينجولار شيب كده. اوكي يبقى احنا كده خلصنا الانت ميني ليجنز بتاعه الانتر فنتريكولار ليجنز كولايت سيست سب ايفندايمجنت سيل استروسايتوما واتكلمنا على تيوبرس سكليروزس سنترال نيوروسايتوما بعد كده كرويد بلكسس اكزانس وجرانيلوما وشويه حاجات بقى السامبل سيست والكيفم سيبتم بليوستم والكيفم فيرجي والكيفم فيلم انتربوستيم. بعد كده المفروض الفيفيدلي انهانسنج ليجنز خلينا نقول ايه الانتروفنتريكولر فيفيدلي انهانسنج ماس. يعني ايه هلاقي ماس وفي الانتروفنتريكولر لوكيشن انتروفنتريكولر لوكيشن وهتبقى واخده انهانسمنت. يبقى انا حددت الثلاثه ايتمز ومش هتبقى من الانت ميني ليجنز. يعني ايه هدور على الكرايتيريا بتاعت انها ميد لاين لا مش هلاقيها ميد لاين وهايبر دانس والكرايتيريا بتاعت الكولايتسس. هدور على الكرايتيريا بتاعت التيوبرس سكليروزس مش هلاقيها في الكرايتيريا بتاعت التيوبرس سكليروزس. هدور بقى على حاجات السيستس وكده لا مش هلاقيها لان دي حاجه واخده انهانسمنت. اوكي هما ثلاث حاجات بيحصلوا جوه الفنتريكل وبيبقوا فيفيدلي انهانسنج ايه كرويد بلكسس بابيلوما ايبين دايموما اند مننجيوما. صح ثلاث حاجات مننجيوما خلاص احنا يعني بنقولها زي اسامينا دلوقتي. يتبقى عندنا ان احنا نعرف ايه كرويد بلكسس بابيلوما والايبين دايموما. اول حاجه شايفين ليجن هنا فين في الاوبسيبيتال هول بتاع رايت كورايد بلكس بتاع اللاترال فنتريك ومعانا هيدروكيفلس. ليه الهيدروكيفلس ده؟ يعني هل في اوبستراكشن؟ اه يبقى دي حاجه جديده هنتعلمها ان الهيدروكيفلس او الدايليتد فنتريكلز اللي عندي حاجه من الاثنين يا في اوبستراكشن فعلا يا في اوفر برودكشن للسي اس اف. اوفر برودكشن السي اس اف هيعمل لي المنظر بتاع الهيدروكيفلس ده. ليه؟ لان انا اللوكيشن بتاع الليجن مش قافل لي حاجه. ممكن يبقى في قفله في ليفل تاني بس انا حتى لو رحت بقى ليفل تاني وما لقيتش فيه اوبستراكشن تمام ابقى عندي معلومه جديده انا عرفتها ان ممكن ساعات يبقى في فنتريكلوميجالي او دايليتد فنتريكلز نتيجه الاوفر برودكشن. حاجه حصلت تيومر عمال يساعد ان يبقى في اوفر برودكشن للسي اس اف. طيب اول واحد هنتكلم عليه الكورويد بلكسس بابيلوما. ايه الكورويد بلكسس بابيلوما ده؟ انكومن ليجن وبيناين ليجن وبيحصل اكتر في البيدياتريك اكتر منه بيحصل في الادلت.
يبقى بابيلوما بيدياتريك، كرويد بلكسس بابيلوما مع البيدياتريك. حلو، ده WHO جريد 1، ولو بقى اتيبيكال يبقى جريد 2. اوكي، سيجنيفيكانت هايدروكيفاليس از فيري كومن، وبنشوفه في 80% من الحالات، وغالبا بيبقى نتيجه سي اس اف اوفر برودكشن. طيب بيحصل في البيدياتريك وفي الادلت. اللوكيشن مهم، اللوكيشن بيبقى كومن فين في البيدياتريك وبيبقى كومن فين في الادلت. في البيدياتريك بيبقى كومن ان هو بيحصل في اللاترال فنتريكل وعند الترايكوب، وفي الادلت بيحصل في الفورث فنتريكل. 70% من الحالات اللي بتحصل في الادلت بتحصل في الفورث فنتريكل. يبقى انا بالتالي الكورايد بلكسس بابيلوما في حد صغير او ليجن في حد صغير في اللاترال فنتريكل في الترايجون يخليني افكر في كورايد بلكسس بابيلوما. يبقى اللوكيشن والايدج هما اللي هيساعدوني في الديفرنشال دايجنوستس. انا حاطه الجدول والصوره عشان نعمل كوبي بيست في دماغنا، ان البيدياتريك اشهر في الكورايد بلكسس بابيلوما، والبيدياتريك اشهر في الكورايد بلكسس بابيلوما ان هو يحصل في اللاترال فنتريكل عند الترايجون. حلو، والادلت عكسه. بيقول لك معظم التيومرز اللي في البيدياتريك بتبقى بتحصل في الفورس فنتريكل او في الانفرا تنتوريال، ما عدا الكورايد بلكسس بابيلوما هو اللي بيحصل سوبرا تنتوريال. كومن في البيدياتريك جروب انه يحصل سوبرا تنتوريال. يبقى كورايد بلكسس بابيلوما بيدياتريك ايدج جروب هو الموست كومن، وكومن انه يحصل في اللاترال فنتريكل في عند الترايكوم. ايه اللي انا شايفاه؟ دي صوره سي تي، وبعدين سي تي بوست كونترست، وبعدين ام ار اي تي 1 بوست كونترست. ايه اللي انا شايفاه؟ ليجن في الاوكسيبيتال هون بتاع الليفت لاترال فنتريكل، صح؟ سوفت تيشو ماس ليجن. السوفت تيشو ماس ليجن ده برافو، كويس ان انت قلت الجمله دي. ليه؟ ما انت كويس انك قلت الجمله دي، عشان الجمله دي اللي خليتني احط لك السيرجيكال اللي تحت، عشان اقول لك ان انت في الصور انت مش عارف تقول انها جوه اللاترال فنتريكل اصلا. مش هنضحك على بعض، انت هتقول اللاترال فنتريكل عشان انا بشرح في الفنتريكولار ريجنز، بس انا مش شايفه الفنتريكل اساسي. اوكي، لكن انا جايباه منين؟ مش سجدل. حتى لو في السي تي اعمل ريكونستراكشن واشوف ريفورمات واشوف السجدل عشان اقدر الوكيت هو انترا اكزل ولا اكسترا اكزل، عشان اقدر الوكيت هو انترا فنتريكولار ولا اكسترا فنتريكولار. لان انا ليجن زي ده ما انا ممكن اقول ان هو انترا اكزل جوه البرينكيما. انا شايفه هايبر دنس ليجن اهو، جوه برينكيما، صح؟ ها؟ طب ده يعلمنا ايه؟ مالتي بلانر، واخد انتنس انهانسمنت. لكن انا لو انا باصص في الام ار اي انا هلاقي ايه؟ اولا ده ام ار اي بتاع حد صغير بيدياتريك، وبعدين هلاقي سوفت تيشو انهانسنج ماس واخد الاكسيبيتال والتمبرال بون بتاع الفنتريك اللاترال فنتريك. خلاص، يبقى انا حددت اللوكيشن من السجدل او من اذر كاتس، اكمل الاكزيال اطلع فوق انزل تحت عشان اجيب كاتات ثانيه. ليه انا بحط الصور كده؟ عشان يفضل دايما في دماغك ان لما حد يحط لك صوره واحده، لا انا اقدر اجيب الصوره من كذا اتجاه، او لو انت بتتفرج على فيلم اكزيال تبقاش كونفيدنت قوي. فدونت رش، اتبسط واعرف الدايجنوست وخليه في نفسك وكمل خطواتك عادي. انت عارف السكه وعارف الطريق، بس انت مركز في السرعه بتاعتك وفي العداد بتاعك وفي مراياتك، انت عارفه. بس ايه؟ استخدم كل التولز اللي عندي. دي ايه؟ هيبقى في حد ادلت انا شايف ايه؟ طيب ليه ما تبقاش ايبندايلوما؟ الايبندايلوما هتنزل على الفورم الماجنم. اوكي؟ والايبندايلوما اللوكيشن بتاعها عكس الكورايد بلكسس بابيلوما. للبريدليكشن للايدج. للايدج، احنا في الايدج قلت البيدياتريك فين؟ في اللاترال فنتريكل في الكورايد بلكسس بابيلوما، والايبندايلوما في الفورس فنتريكل، صح؟ الايبندايلوما عكس ده، انا مش هقول ايه. بس عكس ده عشان انتوا عارفين، مش هقول ليه؟ عشان هنتلخبط بقى. نقعد نقول انت قلتي مين؟ احفظي واحده وقولي للثانيه عكسها. اوكي؟ يعني ده الفورس فنتريكل ده الكومن في الادلت ان يجي فيه كورايد بلكسس بابيلوما. اوكي؟ بس انا هتعلم ايه من ده؟ هتعلم ان انا شايفه soft tissue enhancing lesion جوه الفورس فنتريكل، عامل سبلاينج حتى للفورس فنتريكل، عامل كومبريشن للبرين ستيم، عامل كومبريشن للسيربيلوم.
يبقى الماس افكت بتاعه لوكاليزيشن. الابندايموما، الابندايموما دي بتطلع من ابندايمال سيلز لايننج ذا برين فنتريكلز، اوكي؟ فكومن وممكن تحصل في السباينال كانال عشان في ابندايما برضه في السباينال كانال. البيدياتريك صوره هنعكسها، يبقى البيدياتريك اشهر حاجه تيجي في البيدياتريك في الفلور بتاع الفورس فنتريكل. انا شايفه ابندايموما وهرنياتنج في السيرنال، معنى كده انها عدت في مين؟ هي بتعدي في لوشكا ومجندي. طيب انا الليجن ده سوفت تيشو ليجن، انترا اكسيال ولا انترا فنتريكولر؟ ايه؟ اروح للسجتال وابقى عارف ان حالات الابندايموما اكترها بتيجي انترا اكسيال، فممكن فعلا ده يبقى انترا اكسيال ليجن سوبرا فنتوري، الانترا اكسيال ليجن وفي اكزوفيتيك بورت داخل جوه الفنتريك. تمام؟ يعني وارد، لكن انا الماتش مور كومن ان انا اشوف الابندايموما هنا. ليه؟ مش احنا قلناها في الديفرنشال دايجنوزس مع الميدالوبلاستوما صح ولا ايه؟ صح؟ ولما اتكلمنا على الديفرنشال دايجنوزس بتاعت الميدالوبلاستوما كنا بنتكلم على البيدياتريك ايدج جروب، فيبقى الاشهر ان انا اشوفها في اللوكيشن ده. طالما لقيتها انترا فنتريكولر فورس فنتريكل يبقى انا بقارن سوري بقارن بين الميدالوبلاستوما وبين الابندايموما في البيدياتريك ايدج جروب. خلاص يبقى انا طالما ربطت الابندايموما بالميدالوبلاستوما يبقى انا ربطت الابندايموما بالبيدياتريك ايدج جروب صح؟ مش هنسى بقى صح؟ يبقى مش هنسى ان الانترفنتريكل ابندايموما الماتش مور كومن في البيدياتريك وفي الفورس فنتريك، والديفرنشال دايجنوستكس بتاعها الميدالوبلاستوما. وقلنا نفرق بينهم ازاي؟ بلاستيك ابندايموما وايه تاني؟ بلاستيك ابندايموما انها بتمشي جوه اللوشكا والماجنتي، لكن الميدالوبلاستوما هتفضل ثابته في مكانها. وايه تاني؟ ايه؟ جدع هاج ريستريكتد ديفيوجن لايه؟ للميدالوبلاستوما. تمام؟ عشان هايلي سيلولر. يبقى الابندايموما دي بيقولوا انها ممكن تيجي في اربع اماكن، تيجي في البوستيريور فوسه وده الكومنست لوكيشن في التشيلدرن، او تيجي سوبرا تنتوريال اللي هو ممكن تبقى يعني داخله انترا اكزيل ولها اكزوفاتيك بارت جوه الفنتريكل في الادلتس، او سباينال كورد ابندايموما او ميكسو بابيلاري ابندايموما في الكونس ميدالاريز، واخر اثنين دول جوه السباين مالناش دعوه فيهم في بيهم في البري. اوكي؟ طيب الكاركترستيك كرايتيريا بتاعتها انها بت ايه؟ بلاستيك، بتمشي من مكانها، فبتروح فين؟ على لوشكا ومجندي على الجنب وفي النص. اوكي؟ مش كل التيومرز عندها الكابابيلتي دي. فانا عندي سوفت تيشو تيومر وعامل هيرنيشن هنا، عندي سوفت تيشو تيومر وهيتروجينس انهانسمنت وهيتروجينس ابييرنس في تي 2 وعامل هيرنيشن سوبر فورمنت في ماجنا. انا هنا شايف ايه؟ سي تي، عندي سوفت تيشو ماس هايبر دنس فيها كالسيفيكيشن سنتر عند الفورس فيرتيكال، عامله كومبرومايز للكافيتي، عامله لي هيدروكيفالس، كل دي معلومات. فكده قلت له ان في اوبستراكشن، انت مش ما قلتلوش حاجه، انت قلت له العيان جاي لك بهيدك مثلا هو مش عارف هو عنده ايه، انت كده قلت له ان الهيدك ده نتيجه انكريز انترا كرينيال بريشر اللي هو نتيجه الاوبستراكشن بتاع الهيدروكيفالس اللي هو نتيجه الماس اللي في الفورس فيرتيكال. دايما احنا برضو عندنا في مصر الفلسفه بتاعت ان هو عايزك ترش للديستنيشن، قول لي الفاينل دايجنوز، قول لي الفاينل باثولوجي. بره الدنيا مش كده، بره انت ممكن تلاست الديفرنشال دايجنوز عشان ما دي كوليجيا ما تخرجش في الحيطه، لكن الاهم بالنسبه له ان انت تقول له الدنيا فيها ايه، انت شايف ايه اللي عامل لي الكلينيكال سيتويشن اللي انا فيه دلوقتي. تمام؟ يبقى انا عندي اللي هيشجعني وانا بشخص الابندايموما كالسيفيكيشن في سيستيك ارياس، السوليد كومبوننت بتبقى هايبو دنس ما بتبقاش هايبر دنس زي الميدالوبلاستوما مثلا، هيتروجينس انهانسمنت، وساعات بيبقى فيها هيموريدج. يبقى ايه؟ هلاقيها هيتروجينس ابييرنس ممكن يجي فيها كل حاجه، لكن الحاجه الساليانت بالنسبه لي هي البلاستيك ابندايموما انها بتهرنيت جوه اللوشكا والماجنتي، وده هنجيبه احسن في الام ار اي عشان تشو كاركترايزيشن احسن وعشان المالتي بلانر، ونقدر نجيبه في السي تي، بس في الام ار اي لما تشوفه في الام ار اي هتبقى مستوعب الصوره احلى. اهو في الفورس فنتريكل وانسينويتنج اتسلف جوه الفورمن هنا
نازل في الـ T2 نفس الكلام، لو هو ليجن تاني هنلاقيه سنترد هنا من غير ما يروح جوه الوشك وماجنتي. انترافنتريكولار مننجيوما هيسري عليه اللي بيسري على ايه مننجيوما؟ هوموجينس انهانسمنت، هوموجينس انتنس انهانسمنت. وعادة 80% من الحالات بتشوفهم عند الترايجون بتاع اللاترال فانتريك. هوموجينس انتنس انهانسمنت، اللي بين دايمون والكرويد بليكسس بابيلوما كانوا هيتروجينس انهانسمنت، ما كانوش هوموجينس كده. طيب انا عندي حاجه في عند الكرويد بليكسس، مش احنا قلنا المننجيوما بتحصل عند الترايجون اكتر حاجه، فانا عندي ليجن، هل هو مننجيوما ولا كرويد بليكسس؟ اللي هيفرق لي ايه؟ شويه الايدج، الكرويد بليكسس لما يجي في اللاترال فانتريكل هيبقى يونج ايدج، المننجيوما بتطلع في الادلت. نوتيلر ريجولر سيرفيس، لكن المننجيوما سموث سيرفيس. الهوموجينس انهانسمنت والهيتروجينس انهانسمنت ده حاجه كروشيال جدا تفرق بين الاثنين. ده سي اس اف برودكشن، الثاني ده مفيش سي اس اف برودكشن. ليه؟ لان هنا اللوكيشن بتاعهم هيعملش اوبستراكشن، مش زي الايفن دايموما. يعني انت حاجه عند الترايجون او عند الكرويد بليكسس ما تعملش اوبستراكشن، فلما الاقي دايليتد فنتريكلز في حالات الكرويد بليكسس بابيلوما يبقى ده نتيجه الاوفر برودكشن بتاع سي اس اف. تمام، ديفيوز هايبرتافلس وفوكال هايبركافلس في الايفن دايموما. لو قفلت مثلا حتى الشيرت هتعمل في الاثنين ولا تمام؟ فوكل فوكل. يبقى احنا كده قلنا الانت ميني ليجنز اللي هي الحاجات الاشهر او الاحلى اللي احنا لازم نتعلمه، الكولايد بلكسس الكولايد سيست سوري، والجاينت سيل استروسايتوما بالحاجات بتاعت التيوبريس سكلروزس وشويه السيستات اللي احنا قلنا عليها. وتاني حاجه الفيفيدلي انهانسنج ليجنز، ان انا يبقى عندي نولج بالانترافنتريكولار ليجنز اللي هي الكولايد بلكسس بابيلوما والايفن دايموما. تمام، مشهورين جدا، ومشهور جدا تسال في الشفوي ديسكشن كده نعمل ديفرنشال دايجنوسيس ازاي ونفرق بينهم ازاي. وبعد كده الانترافنتريكولر هيموريدج، انترافنتريكولر هيموريدج هيبقى ايه؟ زيه زي اي هيموريدج في الدنيا، هايبر دنس في السي تي وفي الام ار اي على حسب الايدج بتاع الهيموريدج. اللي هيخليني اخد بالي منه ان انا ابقى متعوده على السيجنال او الدنستي بتاعه السي اس اف، اي حاجه تحيد عنها هاخد بالي منها. تاني حاجه ان انا ابقى عارفه ان انا العيان نايم على ظهره يبقى البلاد هيبقى سيدمنتد بوستيرولي والفلويد قدام، فيبقى في ليفلنج. دايما الصوره دي اجريسيف هيموريدج ماليه اللاترال فنتريكل كله الرايت كومبيرد باللفت، لكن دايما ابقى انا واخد بالي من السمول اماونت اوف هيموريدج بالذات في حالات التروما، فدايما اعمل ايه؟ ابص في هنا اوكسيبيتال بارت اوف ذا اوكسيبيتال هورنز بتاعت اللاترال فنتريكل واقارنهم بالذات في حالات التروما انترافنتريكولار هيموريدج وبتفوت مننا. تمام، الانترافنتريكولار هيموريدج اهو الليفل اللي انا بقول عليه انه يبقى فيه فلويد هيموراجيك ليفل، ده ممكن يبقى اقل، يبقى هنا يبقى ماينيوت في حالات التروما لازم تو باي اتنشن للاوكسيبيتال بونز بتاعه اللاترال فنتريكل جدا. ماشي، وبعد كده في الثيرد فنتريكل في هيموريدج كمان. تمام، بعد كده الحاجات الميسلينيس كام حاجه، انا دي ده اكزيال تي 1 اللي انا شايفاه. طب ايوه برافو يا هند، لو كده الهيموريدج هيبقى ورا لكن هو قدام، مش احنا قايلين لسه في الهيموريدج؟ مش انا لسه قايله في الهيموريدج لما نيجي نبص الليفلنج يبقى البلاد هيبقى ورا، البلاد هيبقى ورا، لكن هنا الفات هيبقى قدام الناحيتين، فات فلويد ليفل وبعد كده في دروبلتس هنا كمان يبقى رابشر ديرمويد. تمام، يبقى دي من اللوكيشنز اللي هبص عليها انترافنتريكولر، يعني جوه الصلصال وجوه الفنتريكلز، يبقى جوه الفنتريكل الاقي بلاد، جوه الفنتريكل الاقي فات. تمام، اهي الليجن فين؟ عندي هنا في الكوادريجيمينال سيستم، فاتي كونتنت ديرمويد حصل لها رابشر اهي، مش لايبوما عشان لايبوما هتبقى هوموجينس فات. تمام، وبعد كده لقيت الفات فين؟ لقيته في كل حته، الفات اهو فالدروبلتس في كل مكان كمان جوه الفنتريكل، جوه الفنتريكل هتبقى قدام عشان لما العيان بينام على ظهره بيحصل فلوتنج للفات لفوق. طيب انترافنتريكولار ميتاستاسيس كان هابن، كان هابن اللي هو ايه؟ اي حاله برايمري الاقي ليجن اقلق واخد مارجنال انهانسمنت ومالتيبل ليجن، هل انا بقى في سيتنج زي ده هقول استني كده ممكن تبقى سابق بين دايم تشيبرز؟
انا عندي برايمري وما عنديش كالسيفيكيشن وما عنديش ليجنز ثانيه بتاعه تيوبروس سكلروزس والعيان السيتنج بتاعته برايمري ايه الديبندس يمكن يبقى على تريتمنت او مفيش اديمه وانت شاكه وحاسه ان هي مش ميتاستاسيس تعملي ايه؟ اروحه ينام في البيت ولا ابعته يعمل امجن موداليتي تاني؟ ابعته يعمل بيت سيتي اشوف الاكتيفيتي. دايما في العيان اللي نبقى شاكين في كانسر بالذات بتوع البرايمري لا خليك في الوري سايد مش في السيف سايد. كده احنا خلصنا الانترا فنتريكولار ليجنز. نهايلايت بس الانترا فنتريكولار تيومرز اللي بتيجي جوه الفنتريكلز ايبن دايموما وسب ايبن دايموما. اوكي التفرقه بينهم هتبقى باثولوجي. كورايت بليكسس بابيلوما احنا قلنا الايبن دايموما السالينت بالنسبه لي انها تبقى ايه بلاستيك ايبن دايموما بتروح في لوشكا وماجنتي وانها في البيدياتريك ايدج جروب اكتر بتيجي في الفورس فنتريكل. لما نيجي نتكلم عن كورايت بليكسس بابيلوما في الاطفال الصغيرين او في الشباب الصغير هتبقى فين؟ في الترايجون بتاع اللاترال فنتريكل وهتعمل اوفر برودكشن للسي اس اف هيبقى معاها هيدروكافيس. اوكي لكن الايبن دايموما لو عملت هيدروكافيس هيبقى نتيجه الاوبستراكشن. اللي بعد كده سنترال نيوروسايتوما قلنا السالينت بالنسبه لنا ايه؟ الاتاتشمنت للسبتم باليوسدم. اوكي والبابلي ابييرنس بتاعها والبابلي ابييرنس ده هنابريشيت اكتر في تيتو. بعد كده الكولايتس ميد لاين انتيرور اسبكت بتاع الثيرد فنتركل والكلاسيك ابييرنس انها تبقى هايبر دنس في السي تي. بتاعت المننجيوما هوموجينس انتنس انهانسمنت زيها زي اي مكان في الدنيا. اوكي واخيرا جاينت سيل استروسايتوما هشوف الكرايتيريا بتاعت التيوبرس سكلروزس فهلاقي معاه سب ابيندايمال كالسيفايد تيوبرس او الوايت ماسل او سب كورتيكال تيوبرس الحاجات بتاعت التيوبرس سكلروزس او ان انا في السيريال ستادز الاقيها بتزيد في السايز انكريز ان سايز والانكريز ان سايز هو اللي هيفرق بينها وبين السب ابيندايمال تيوبرس.